مباراة السعودية والتايلاند، طبعا هذه المباراة مهمة جدا جدا وهي ختام منافسات دور المجموعات كأس آسيا. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، أهلا وسهلا بالجميع. يتصدر الأخضر مجموعته السادسة برصيد 6 نقاط، كما أتى المنتخب التايلاندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وسيكون المنتخب السعودي أمام فرصتان لضمان التأهل لأكون النهائي على رأس مجموعته، إذ يحتاج للفوز أو التعادل. ويأمل الأخضر في تجاوز الصعوبات التي واجهها في المباريات السابقة التي لعبها على استاد المدينة التعليمية الذي يستضيف لقاؤنا هذا اليوم. وسبق الأخضر فوز ثلاث مباريات على استاد المدينة، لم يحقق الفوز في أي منها، حيث كان اللقاء الأول أمام المنتخب الأردني في بطولة كأس العرب الأخيرة عام 2021 بدور المجموعات، وانهزمنا بهدف دون رد. واللقاء الثاني كان في نفس البطولة أمام المنتخب الفلسطيني، وانتهى اللقاء بهدف لكل جانب. طبعا الآن أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في المباراة. هذه الجولة الثالثة والأخيرة في هذه المجموعة، نتمنى التفوق ونتمنى الفوز للفريق السعودي. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. وفي نفس هذا التوقيت كان موجود مباراة الأردن والبحرين وفوز البحرين والتأهل ثم ذلك.